هلا جميعاً، هذا الشيف نادل معكم من النرويج. في السلسلة التالية، سأقدم لكم وصفات مطابقة لمستوى يمكنك استخدامها في منزلكم. لوز محمص 200 جرام زبدة بحرارة الغرفة 100 جرام وليس بديل الزبدة يجب أن تكون زبدة نطحن المكونات جيد نضع بديل السكر الكمية والنوع هو اختياري حسب نظامكم الغذائي قليل من الفانيلا ونطحن هيك لازم تكون تقريبا خشنة شوية مش لازم تكون ناعمة شوية مش لازم تكون مثل الزبدة لازم تكون مثل هيك نوضع ورق الزبدة وبنوضع الخليط بشكل دائري أي أداة متوفرة عندنا في البيت يعني الأمر كتير بسيط وسهل هيك أصبحت جاهزة نضعها بالمجمد الفريزر أقل شي ساعة ممكن نوضع ميستيكا هي اختياري مع الكريمة ولكن تعمل طعم طيب نوضع معها بديل السكر ستيفيا قليل أو أي نوع تحليه حسب نظامكم الغذائي هي اختياري نوضع كوب من الكريمة يجب الكريمة تكون دائما باردة حتى بعد ما تجهز الكريمة يجب وضعها بالثلاجة نوضع بديل السكر مثل ما احنا متفقين الكمية والنوع هو اختياري حسب نظامكم الغذائي قليل من الفانيلا نوضع المستكة هي ايضا اختياري ولكن تعمل طعم كثير طيب نوضع الكريمة في القمع نخرجها من الفريز نوضع عليها الكريمة ونرجعها إلى الفريز نرجعها إلى المجمد ونعمل الشوكولاتة لكل ميت جرام زبدة قليل من بديل السكر ستيفيا ملعقة كبيرة كاكاو خام قليل من الفانيلا القهوة سريعة الذوبان هي اختياري حسب ذوقكم ولكن تعمل طعم كتير روعة واللوز احنا بنحمصه بالميكروويف حسب الكمية خمس دقائق اخذ معي او بنحمصه في الطاسة نخرجها من الفريزر وبنوضع عليها الكيكاو او الشوكولاتة اذا كانت الشوكولاتة دافية شوية نرجعها الى الفريزر الكريمه مرجع الكريمه للفريزر المجمد مجمد وبنترك الشوكولاته شويه تبرد بعد ما تبرد الشوكولاته بتكون اغمق بتمسك اكثر بتمسك مثل ما انتم شايفين هيك تمسك اكثر واحسن لما لازم تكون حرارة الجسم ممكن ممكن نوضع جوز الهند اختياري هيك اصبحت جاهزه والتخزين ايضا بالمجمد هيك شكلها نهائي خلينا نتذوقها كتير هي روعة في أمان الله انتظرونا بوصة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه